أكد جلالة الملك عبد الله الثاني دعمه لصمود المقدسيين وحفاظهم على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة، مشدداً على الاستمرار بنهج الآباء والأجداد من الملوك الهاشميين الذين ضحوا في سبيل الحفاظ على المقدسات في القدس. وشدد جلالة الملك خلال لقائه بممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس القدس في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الاستمرار في تحمل المسؤولية التاريخية والدينية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، مضيفاً: لا نقبل أي مساومة على القدس والمقدسات. بدورهم أعرب الحضور عن تقديرهم لمواقف جلالة الملك في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وجهوده في تعزيز قيم العيش المشترك، مؤكدين تمسكهم بالوصاية الهاشمية ومهنئين الشعب الأردني بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة. كل الشكر والتقدير لكل من خدم المقدسات خلال المئوية الأولى للدولة الأردنية. وهون حبيت نأكد على مسؤوليتنا التاريخية والدينية لحماية المقدسات والدفاع عنها، ولا نقبل أي مساومة على القدس والمقدسات. نحن مستمرين على نهج الآباء والأجداد من ملوك الهاشميين اللي ضحوا للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية. من كل التقدير والاعتزاز بصمودكم، وإلكم منا كل الدعم والمساندة، فأهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير.